السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح يونت 8 الوحدة التامنة كتاب كونكت بلس منهج برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي الترم الثاني. وإحنا كنا عملنا الجزء الأولاني منه، النهاردة هناخد الجزء الثاني وهنراجع على الكلمات والقواعد الخاصة بيونت 8، وبعد كده هنحل الجزء الخاص بالاكتيفيتي بوك أو بكتاب التدريبات والأنشطة الخاص بيونت 8. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويونت 8 عنوانها Off to Work. Off to work يعني إلى العمل، يعني يلا نروح نشتغل إلى العمل. وتعالوا نشوف الكلمات الخاصة بيونت 8 متضمنة إيه والقواعد الخاصة بيها كمان. كنا عرفنا إن الكلمات الخاصة بيونت 8 متضمنة store متجر، bakery مخبز، cake كيكة أو تورتة، bread خبز، delicious لذيذ الطعم، smell تفوح منه رائحة معينة، sugar سكر، butter زبدة، egg بيضة، vanilla فانيليا، pan مقلاة أو وعاء للطهي، look انظر، sell يبيع، let's هيا بنا، flour دقيق، baking powder مسحوق الخبز، milk حليب، cup فنجان، teaspoon معلقة صغيرة اللي هي المعلقة بتاعت الشاي، add يضيف، mix يخلط، stir يقلب، put in يضع في، bake يخبز، what else وماذا أيضا، make يصنع، minute دقيقة، need يحتاج. وكنا عرفنا كمان يا أصحابي أسماء بعض الوظائف أو بعض المهن الخاصة بالناس اللي الموجودة حوالينا في المجتمع، لأن طبعا اليونت دي بتتكلم عن العمل أو عن الورك. فأول وظيفة عرفناها اللي هي التيلر أو صراف، أمين الصندوق، الصراف اللي موجود في البنك اللي بياخد الفلوس من الناس أو بيديها لهم، والدنتست الطبيب الأسنان، والنيرس الممرضة، والبوتشر الجزار، والفارمر الفلاح أو المزارع، والتيتشر المعلم أو المعلمة، والإنجينير المهندس، والجورناليست صحفي، وكاربنتر يعني نجار، وشيف يعني طاهي أو طباخ، وفايرفايتر يعني رجل إطفاء، وبيكر يعني خباز، وبوليس أوفيسر يعني ضابط شرطة، وفيت يعني طبيب بيطري. وكنا عرفنا كمان في بعض الأفعال بتكون موجودة في حياتنا وفي حياة كل مهنة. فمن الأفعال دي use يعني يستخدم، can يعني يستطيع، want يعني يريد، do يعني يفعل، make يعني يصنع، teach يعني يعلم، give يعني يعطي، help يعني يساعد، like يعني يحب، children أطفال، و people يعني ناس، و animals يعني حيوانات، و sick يعني مريض، و language يعني لغة. فاحنا كده عرفنا الكلمات وعرفنا كمان الأفعال الخاصة بالجزء الأول من يونت 8. وموجود كمان في يونت 8 يا أصحابي بعض العبارات وبعض الحاجات اللي احنا بنقولها لما بنيجي نتكلم على أنفسنا أو على حد تاني. فمثلا هنا دي صورة خاصة بالمزارع، بيقول I am a farmer، أنا مزارع، I am a farmer. فالولد الصغير بيشاور عليه وبيقول He is a farmer، He is a farmer. لما هنا أطباء الأسنان بيتكلموا فبيقولوا We are dentists، We are نحن نكون dentists أطباء أسنان. فهي البنت لما بتشاور عليهم وبتقول they are dentists هم أطباء أسنان، they are dentists هم أطباء أسنان.
وكمان لو هو طبيب أسنان واحد فبيقول I am a dentist، أنا طبيب أسنان. فهي البنوتة لما بتشاور عليها وبتقول هي طبيبة أسنان بتقول she is a dentist أو هي طبيبة أسنان. وهنا الفايرفايترز بيقولوا we are، نحن نكون firefighters، رجال الإطفاء. فالولد بيشاور عليهم وبيقول they are firefighters، هم رجال إطفاء أو هم رجال المطافي. والجزء ده بياخدنا لverb to be أو فعل يكون. طبعا لما بنيجي نستخدم verb to be أو فعل يكون بالعربي بقول أنا أكون. أنا أكون in English يعني I am، أنا يعني I و am يعني أكون. طب لو عايز أقول هو يكون بقول he is، he is هو يكون. طب هي تكون she is، she is هي تكون. طب هو أو هي الغير العاقل يعني اللي حيوان أو نبات أو جماد، ده بنسميه غير عاقل وبنقول عليه it، هو أو هي الغير العاقل. بيجي معها is برضو فبنقول it is. طب في حالة الجمع يا أصحابي، لما باجي أقول نحن، نحن يعني we، ولما بنقول نحن نكون بنقول we are، we are نحن نكون. طب ولما بقول هم، لما بشاور على مجموعة من الناس أو مجموعة من الأشخاص وبقول هم، هم هم يعني they، ولما بنيجي نقول هم يكونوا بنقول they are، they are هم يكونوا. طب لما باجي أقول لواحد أنت أو مجموعة من الناس واقفين قدامي بقول لهم أنتم، أنت أو أنتم يعني you، وأنت تكون أو أنتم تكونوا بنقول you are، you are أنتم تكونوا أو أنت تكون. فإحنا عندنا ثلاث ضماير أو ثلاث كلمات بتعبر عن كلمة يكون أو بتعبر عن كلمة يكون أو يكونوا، الام والإز والآر. am بتيجي مع I وis بتيجي مع he وshe وit وar بتيجي مع we وthey ويو. r بتيجي في حالة الجمع، لما باجي اقول نحن او we او هم they او انتم you بنقول r، لكن لما بقول انا او I بيجي معها am، ولما بقول هو او هي she او he او she أو إت لغير العاقل بنقول معاها إز. وهنا الجمل بتوضح لنا المعلومة دي بالأمثلة المختلفة، فبنقول I am أنا أكون a vet، a vet يعني طبيب بيطري. He is، وهنا طبعا بنشيل الآي بتاعت إز وبنحط مكانها أبوستروفي علشان ده اختصار للكتابة أصحابنا الإنجليز عملوه عشان ما يكتبوش كتير، فبنشيل حرف الآي ونحط مكانها أبوستروفي وهي بتبقى ليها نفس المعنى. He is هو يكون an engineer، an engineer يعني مهندس. You are، وهنا شلنا الA بتاعت الR وحطينا مكانها أبوستروفي. You are a doctor، أنت تكون طبيب. She is a journalist. They are firefighters. We are bakers. كل ده بيوضح لنا يعني ايه انا اكون او هو يكون او انتم تكونوا او هي تكون او نحن نكون عن طريق الامثلة، وده verb to be. وطبعا في نوت اخيرة هنا او ملحوظة موجودة في الاخر بيوضح لنا المعلومة الخاصة بالابوستروفي. فهنا الـ I am بتتكتب كده، لما بنيجي نختصرها ونكتبها بالشكل المختصر بتاعها بنشيل الـ A ونحط مكانها apostrophe وبيكون ليها نفس المعنى، وهو I am أنا أكون. He is هو يكون، بنشيل الـ I بتاعت الـ is ونحط مكانها apostrophe وبرضو بيبقى ليها نفس المعنى، هو يكون أو he is. She is نفس الطريقة، بنحط apostrophe مكان الـ I وبتبقى برضو معناها هي تكون أو she is. We are نحن نكون، بنشيل الـ A بتاعت الـ R ونحط apostrophe وبتبقى برضو ليها نفس النطق وبنقول we are نحن نكون.
they are هم يكونوا، بنشيل A بتاعة ال R ونحط مكانها apostrophe وبنقول they are هم يكونوا. وآخر حاجة you are أنت تكون أو أنتم تكونوا، بنشيل ال A بتاعة ال R ونحط مكانها apostrophe وبنقول you are أنت تكون أو أنتم تكونوا. وكنا كمان خدنا يا أصحابي إزاي نسأل عن ال work أو عن الوظيفة الخاصة بالناس، فبنقول what does he do، does يعني يعمل، he do بيشتغل ايه، what does he do ماذا يفعل او ماذا يعمل. فهنا بيقول he is an engineer هو مهندس، he is a chef هو طباخ، she is a teacher هي مدرسة، he is a dentist هو طبيب أسنان، he is a butcher he is a butcher هو جزار، he is a carpenter هو نجار. وهنا بينقلنا للجزء الخاص بـ verb to do أو بفعل يفعل. وطبعا ازاي بنكون سؤال عن طريق استخدام verb to do أو فعل يفعل. وطبعا عندنا في verb to do كلمتين أو كلمتين ليهم نفس المعنى do و does. do يعني يفعل و does برضو يعني يفعل. do بتيجي مع كل الضمائر لكن does بتيجي مع he و she و it. he و she و it ليهم جزء خاص بيهم كده، ما ينفعش يجي معها do، بيجي معاهم does. فdo يعني يفعل و does برضو بمعنى يفعل. do بتيجي مع كل الضمائر I و you و we و they، لكن does بتيجي مع he و she و it بس. فhe و she و it لما باجي استخدم معاهم verb to do بستخدم معاهم كلمة does. فعايزين نشوف الجزء ده بالأمثلة. هنا بيقولك what ما أو ماذا does، وهنا حاطين تحت منها underline he ولا she he و she do. what does he و she do يعني هنا أنا بقولك ماذا هو أو هي يفعل. فطبعا عشان في هنا he أو she بنحط معاها does. طب لما أنا عايز مش هقول he ولا she، هقول I أو هقول we أو هقول they، هنا بيقول what do مش does طبعا they do، لأن هنا they لا هي he ولا هي she ولا هي it. فهنا بيجي معاها do الفيرب في شكله العادي، فبنقول what do they do. فهنا what does he ولا she do، he أو she do يعني ماذا هو أو هي يعمل. فهنا بنوضح المعلومة دي ازاي، بنقول we use يعني نحن نستخدم does، كلمة does before قبل he و she و it، يعني احنا بنستخدم does قبل he و she و it زي ما قلنا من شوية. طب في الجزء التاني بنستخدم we use، نحن نستخدم do، كلمة do اللي هي يفعل في المصدر بتاعها، before قبل I و we و they و you. يبقى I و we و they و you بنستخدم معاها كلمة do. هنا طبعا he و she و it ده اسمها in English singular، singular يعني مفرد، لكن I و we و they و you بتعتبر in English plural، plural يعني جمع. فانا عايزكم يا اصحابي ما تنسوش دايما he و she و it بيجي معاهم does، ما بيجيش معاهم do ابدا، لكن I و we و they و you بيجي معاهم do في المصدر او بشكلها العادي كلمة do يعني يفعل او يعمل. وطبعا ده بينقلنا لجزء تاني وهو a و an اللي احنا خدناها قبل كده، وامتى بنقول a وامتى بنقول an. وطبعا الجزء ده احنا خدناه قبل كده بالتفصيل واحنا بنشرح الجزء الخاص بيونت 7، وان في حروف اسمها الفاولز، الفاولز او الحروف المتحركة الخمسة اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو، دي الخمس حروف الفاولز اي اي اي
او يو بنستخدم دايما معهم كلمة ان، ودي اداة تعريف بنشير بيها لأي كلمة بتيجي بعد منها ان، زي كلمة ان ابل. لكن الحروف الباقية في اللغة الإنجليزية اللي هي مش متضمنة الحروف المتحركة اللي قلنا عليهم من شوية بنستخدم معاها بشكل عادي خالص، فبنقول a farmer, a baker, a doctor، فدي بنستخدم معاها الآ بشكل عادي خالص، ودي بتيجي بمعنى الألف واللام في اللغة العربية، ودي بتبقى أداة تعريف. فهنا بيقول he is a أو an، أي كلمة بعد كده لما باجي أحب أوصف حد وأقول عليه مثلا مهندس فبنقول an engineer. ليه قلنا an engineer؟ علشان engineer بتبدأ بحرف الإي، وهي حرف من الحروف المتحركة أو الفاولز. she is an أو a، she is a doctor مثلا، هي طبيبة. هنا قلنا a doctor علشان خاطر دكتور بتبدأ بحرف الدي وهو حرف ساكن مش متحرك. he is a farmer، هو مزارع، هو فلاح. what does she do، ماذا هي تفعل؟ she is an engineer. وهنا طبعا بيكلمنا عن لما بنيجي نسأل بدو فبنقول what do they do، ماذا هم يفعلوا؟ they are firefighters، هم رجال اطفاء. وطبعا يا اصحابي عايزين نعرف مع بعض ازاي نسأل حد ونقول له انت عايز تبقى ايه لما تكبر، فده بنقوله in English what do you want to be. what يعني ما او ماذا، ماذا do you want، انت تريد to be، ان تكون. فانا بقول له ماذا تريد ان تصبح عندما تكبر. What do you want to be؟ يعني ماذا تريد أن تكون؟ فهو بيرد علي وبيقول لي I want to be a أو an. فلو هو مثلا عايز يكون مثلا مهندس فهيقول لي an engineer. لو عايز يبقى دكتور مثلا هيقول لي a doctor. لو عايز يبقى حاجة تانية هيستخدم معاها الان لو هي بتبدأ بحرف من الحروف الفاولز، ويستخدم حرف الا لو هي بتبدأ بحرف من الحروف العادية أو الساكنة. وطبعا ممكن اسال برضو واقول what do you want to be، يروح رادد عليا ويقول لي I want to be a doctor. فانا ممكن اساله واقول له why يعني لماذا، فبيقول لي I want to help people، اريد ان اساعد الناس، وhelp طبعا يعني يساعد زي ما احنا عارفين. واخدنا في يونت 8 يا اصحابي الفرق بين الجودز وبين السيرفيس. الجودز او البضائع، الحاجات الملموسة اللي احنا بنمسكها في ايدينا لما بنيجي نشتريها وندفع فلوس في المقابل بتاعها، والسيرفيس او الخدمة، وهي حاجة بتتأدى لينا، خدمة بتتأدى لينا وبندفع برضو في المقابل بتاعها فلوس علشان نحصل عليها. وامثلة الجودز يا اصحابي او البضائع هي مثلا اي بضاعة بنشتريها او اي حاجة بنشتريها، زي مثلا الفودز او الاطعمة المختلفة، وطبعا الفروتس والفيجيتابلز او الفواكه والخضروات، دي كلها حاجات او جودز احنا بنشتريها وبناخدها في ايدنا واحنا ماشيين من المكان اللي احنا بنشتريها منه. طب ايه هي السيرفيسز المختلفة؟ السيرفيسز المختلفة مثلا لما اجي ابقى محتاج ان انا اروح للطبيب او للدكتور علشان انا مريض، فانا لما بروح للطبيب بيكتب لي على ادويه معينه وبيكشف عليا في الاول، وانا بدفع في المقابل فلوس. فلما بيجي يكشف عليا هو ما ادانيش حاجه في ايدي، هو كشف عليا علشان يحدد انا عيان بايه ويكتب لي الدواء السليم. فانا هو ادالي سيرفيس انا من غيرها كنت مش عارف اعيش، وكنت ممكن يحصل لي حاجه وحشه واموت. فهنا السيرفيس مهمه جدا برضو زيها زي الجودز، ودفعت في المقابل بتاعها فلوس. زي برضو لما اروح لمهندس واقول له اعمل لي الرسم الهندسي او الشكل اللي ممكن ابني بيه بيت معين، هو هنا هيرسم لي الرسم الهندسي ده ويحطه لي بشكل معين ويحدده لي بافكاره، فهنا هو ادالي سيرفيس او خدمة انا من غيرها ما كنتش هعرف اقوم بالحاجة اللي انا عايز اعملها، وانا في المقابل دفعت له فلوس، فهنا برضو هو اداني سيرفيس.
زي برضو لما اروح للتيتشر بتاعي واقول له انا عايز اتعلم، او هو يعلمني في المدرسة ويديني العلم ويشرح لي، فهو هنا ما ادانيش حاجة في ايدي عشان اخدتها معايا وانا مروح البيت، بس هو هنا اداني معلومة او عمل لي خدمة او سيرفيس، من غيرها ما كنتش هبقى متعلم وكنت هبقى جاهل. واحنا كمان اتكلمنا عن الجودز والسيرفيسز او البضائع والخدمات، واحنا بنشرح منهج ديسكوفر الترم التاني، فانتوا برضو هتعرفوا اكتر لما تذاكروا الجزء ده في الديسكوفر او في منهج اكتشف بتاعكو الترم التاني. وطبعا ده ينقلنا للكلمات الخاصة بالجودز والسيرفيسز، والكلمات هي make goods يعني يصنع بضائع، give a service give يعني يعطي أو يقدم، a service خدمة، help people يساعد الناس، make bread يصنع خبز، fight fires يعني يطفئ النار، make furniture يعني يصنع الأساس، furniture يعني أساس، look after يعني يعتني به، check teeth يعني يفحص الأسنان، teach children يعني يعلم الأطفال، like baking bread يحب خبز الخبز، baking يعني يخبز الحاجة، bread طبعا الخبز، ولايك يعني يحب، فلايك baking bread يعني بيحب يخبز الخبز، build buildings يعني يبني، وbuildings يعني مباني، build buildings يعني يبني المباني، grow vegetables، grow لوحدها بتيجي بمعنى ينمو، لكن grow لما بيجي وراها كلمة vegetables يعني بيزرع الخضروات، vegetables يعني الخضروات، grow vegetables يعني بيزرع الخضروات. وطبعا الناس اللي بتقدم وفي أمثلة على الناس اللي بتقدم الجودز زي البيكر الخباز والبوتشر الجزار والكاربنتر النجار والفارمر المزارع والشيف الطباخ. طب الناس اللي بتقدم لنا سيرفيسز او خدمات زي النيرس الممرضة، الدكتور الطبيب، الفيت طبيب البيطري، الدنتست طبيب الاسنان، البوليس اوفيسر الضابط ضابط الشرطة، التيلر الصراف، والانجينير المهندس، والفاير فايتر رجل المطافي او رجل الاطفاء. الناس دي بتقدم لنا سيرفيسز او خدمات. وكنا كمان اخذنا بعض الكلمات في يونت 8 زي بيكري يعني مخبز، بيكر يعني خباز، بيلدينج سايت يعني موقع بناء، انجينير مهندس او مهندسة، فارم يعني مزرعة، فارمر يعني مزارع او فلاح، داد يعني اب، مام يعني ام، ورك يعني يعمل، تيتش يعني يعلم، دنتست طبيب اسنان، وتشيك تيس يعني يفحص الاسنان. وكنا اخدنا في البليسز او في الاماكن برضو سكول يعني مدرسة، وتيتشر يعني معلم او معلمة، هوسبيتال يعني مستشفى، دكتور يعني طبيب او طبيبة، فاير ستيشن يعني محطة اطفاء، فاير فايتر يعني رجل اطفاء، بوليس ستيشن يعني قسم الشرطة، بوليس اوفيسر ضابط شرطة، شاربنر براية، كاربنتر نجار، وونت يريد، لوك ينظر، بيلد بيلدينجز يبني المباني، جرو فيجيتابلز يزرع الخضروات، تشيلدرن يعني اطفال، grandfather يعني الجد يعني جده، vet يعني طبيب بيطري، nurse ممرضة، look after يعني يعتني بي، people ناس، at night يعني ليلا، at night night يعني في الليل، at night يعني ليلا، animals يعني حيوانات، help يساعد، brother يعني اخ. والفونكس الخاصة بيونت 8 او الوحدة التامنة خاصة بنطق حرف ال AR R R R وال IGH. ال GH يا أصحابي لما بتيجي قبل منهم حرف ال I بتخليهم silent، silent يعني ساكتين يعني صامتين، لما بتيجي ال I
قبل الجي اتش بتخليهم يسكتوا، ما يطلعش صوتهم، ما يطلع لهم نطق. فلما بنيجي ننطق الاي جي اتش بنقول اي، الجي اتش ما بيتقالوش وما بيتنطقوش، وبنسميهم سايلنت. سايلنت يعني صامتين. فطبعا في الاي ار زي كلمة فارمر، فارمر يعني مزارع، فارمر فارمر. شاربنر، شاربنر يعني براية، شاربنر شاربنر شاربنر. اما بالنسبة للاي جي اتش زي كلمة فاير فايتر، هنا الجي اتش ما تنطقوش، الاي بس هي اللي اتنطقت، فاير فايتر فاير فايتر فايتر فاير فايتر. وزي كلمة نايت، نايت نايت يعني ليلا، نايت. فالاي جي اتش زي ما قلنا الجي اتش ما بيتنطقوش، اما الاي ار بيتنطقوا هما الاثنين وبيبقوا ما فيهمش اي حاجه سايلنت زي الكلمات اللي احنا قلناها. وبكده نكون انهينا درس النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. المره الجايه والجزء الجاي هنشرح ازاي نقرا الساعه وازاي نقدر نعرف الساعه، وبعد كده كمان هنحل تدريبات اللي احنا قلنا عليها في الاكتيفيتي بوك. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متاكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومه بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجه بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.